انت ليه قلت له برغم من صغر سنه قلت له بابا مات؟ هعمل ايه طيب؟ هعمل ايه؟ معلش ما لازم يعرف الحقيقه عشان ده طفل هيتربى ما عبودوش على الكدب. عبودوش ان انا على الكدب. هقول له مثلا بابا رجع تاني ده طفل ذاكرته فاضيه. قلت له بابا طفل بكره بعد وبعد هيراعي كل يوم هتقول له بكره. انت فاهم فيعرف بقى ايه؟ عمي بيكتب عليا. فكده انا بزرع فيه اول حاجه. بزرع فيه اول حاجه بس كلمه طالعه من جواك صعبه بحر. بص عليك انا بموت. انا بنت اختي صغيره كده والله عيني خلتنا بكينا كلنا على الصوت. قالت لكم ايه؟ حاطين بيحطوا بتاع كده حاجه كده عشان غرايه الرقم الصبح يفتح. محدش راضي يفطر مش قادرين اصلا. فلقيت يعني دي لقيتها جايه لي كده خالو خالو بقول لها ايه يا سمك؟ قالت لي وخالو احمد فيه. مش عايز اقول لحضرتك بص جدد الاحزان تاني. قلت لها خالو احمد عند ربنا. قالت لي عند ربنا يعني مش هيجي تاني؟ طفل لسه عارف لو كانت موجوده كنت هتبان. طفل لسه مفيش ما كملش 4 سنين 3 سنين. معلش الوضع صعب. والمسؤوليه كبيره والله كبيره فوق الخيال. جمعه اخوك قال لي حاجتين. قال لي ان احمد كان السند وعمود البيت. وقال لي انا دلوقتي صعبان عليا جمال اللي هيبقى السند هيشيل الشيله كلها. فانت اكتر حد في اشقاء احمد المسؤوليه عليه كبيره. من يا رب عليك يعني احنا مش عايزين. الله يا رب الله ترضى على امرك. فراق صعب بس اللي حد مش عايز. فراق صعب وانتوا ناس مؤمنه بالله. الحمد لله يا رب الحمد لله على كل حال. اللهم لا ترضى على امرك. مسؤولية كبيرة والله جدا بس ما حدش حاسس. لا يعني خلي بالك يا فك انت بتحبني. جمعة قال لنا الجملة دي. قال جمال هيشيل شيلة تقيلة قوي. الحمد لله يا رب. يا رب يعني يا رب والله ما بس برضو كمل الجملة وقال جملة برضو قال وجمال قدها. وانا بكلامي مع حضرتك العقلاني اللي انا بتكلم مع حضرتك انت فعلا قدها ان شاء الله رب وربنا هيقويك باذن الله ان شاء الله. الحمد لله يا رب على كل حال. قول لي لما وصلكوا خبر ان ثبات ايجابيه العينه. والله حضرتك انت قلت ان هو تحت تاثير. انت كل كلام حضرتك كان صحيح 100%. انت قلت لي كده. ايوه انا كلمت معاه في النيابه. قول لي لما اتكلمت معاه في النيابه بخبراتك اكيد انت عارف الانسان اللي قدامك ده هل هو مدرك اللي بيقوله او لا؟ قال لك ايه او ايه اللي حصل ما بينكم؟ قول لي انا اللي جمله ما تتقالش.